اب ان کے متصل بات نعتیہ کلام کے لیے تشریف لانے کو ہیں۔ میری مراد محترم جناب حضرت مولانا اسامہ حنیف سالافی صاحب، کہ وہ آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعتیہ کلام پیش کریں۔ محترم جناب اسامہ سالافی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استمعوا الآن، أبين بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة الإشعار، فالآن استمعوا۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه، للسماء ارتقى فأتى بالنقى، وغدا وجهه نجرا مشرقا، كان من نفعه حين حان اللقاء، قال فلتذهبوا أنتم طلقاء، مصطفى 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 منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، تجھ سے آباد ہے میرے دل کا جہاں، تیرا ذکر ہنسی ہر گھڑی ہر دوام، الصلاة علیہ والسلام علیہ، یہ زمین و زمان یہ فلک کے کشاں، تجھ سے روشن ہوئے یہ مکان و مقام، تیرے نقش قدم ڈھونڈتا ہے جہاں، اے میرے مصطفیٰ اے میرے رہنما، مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا، سید الانبیاء مشعل فی الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يدي، الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجا وسطا، كانت تسعده بسمة البسطا، سيد في الكرم قمة في العطا، مصطفى 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 منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، السلام عليكم ورحمة الله.